13 رمضان بعد صلاة التراويح. كلما سعى النظام بقواته وممارساته إلى إخماد لهيب الاحتجاجات، ينتفض السوريون في كل أحياء سوريا على نحو أشبه بأيام الجمعة، ولكن بمظاهرات سلمية بعد صلاة التراويح وسط مواصلة الحملة التي يشنها الجيش وقوى الأمن ضد المناهضين للنظام في درعا ودير الزور وحمص وحما وأدلب واللاذقية التي تصاعدت خلال شهر رمضان. البداية من أحياء دمشق وأريافها التي شهدت ليلة مميزة هتف فيها المتظاهرون لكرامة المواطن السوري وتحرره من عبودية النظام الحاكم، لتخرج من حي الميدان الشهير وكفر سوسه إلى أن يعلو صوت المتظاهرين أن النظام شارف على آخر أيامه. وقد وصل عدد الشهداء الذين سقطوا في أنحاء سوريا أمس إلى 6 بريف دمشق، بينهم سيدة حامل في مدينة دوما تحولت جنازتها إلى مظاهرة غضب عارمة، وفتى في 16 من عمره يمضي في قوافل الشهداء مع الفتيان الذين سبقوه. درعا أيضا شهدت أعدادا غفيرة صممت على رحيل النظام بأي شكل بعد هذه المجازر، فخرجوا من غباغب وإبطع وحي المطار ومليحة وطفص وخربة غزالة وبصر الحرير. الرقة في الشمال الشرقي للبلاد وبالتحديد في منطقة الطبقة ما زالت تناصر إخوانها في كل البلاد أملا بالخلاص من استبداد النظام. أما حمص العدي الأبية بمعظم مناطقها كباب السباع والخالدية والشماس وباب هود والغوطة، فهي تخرج متحدية الحصار والقصف الذي يعمد إليه النظام لتفريق المظاهرات، لكنه زادها. حما رغم الجراح والمجازر وعلى ما جرى لها تبقى على العهد، كما وتاب أن تكون من الراكعين، فقد خرج الآلاف في حلفايا وكفر زيتا عاهدوا أنفسهم كما الجميع على إسقاط النظام. أما معرة النعمان في إدلب فقد أشار اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إلى أنها تعرضت خلال الليل لعملية عسكرية تخللها إطلاق نار واعتقالات، بعدما خرجت بمظاهرات حاشدة بعد التراويح شاركتها سرمين وجبل الزاوية في نفس اللحظات. كما وخرجت مظاهرات في محافظات أخرى كحلب في حي الصاخور الذي لم يهدأ حتى نيل الحقوق وأسقاط النظام، واللاذقية وعامودة والدرباسية بالحسكة. وإلى الشرق من البلاد سجلت مدن دير الزور والميادين والبكمال مظاهرات مسائية بعد صلاة التراويح، فردت قوات الأمن بإطلاق النار ليسقط 4 جرحى على الأقل، كان هذا جانبا منها. إلى هنا يستمر السوريون في تظاهرات أقنعت العالم بسلميتها، يخرقون سكون الليل بصلاة مباركة توحد الله وتنشد الحرية، لكن مظاهر العنف المتمثلة بممارسات النظام والتي ترى في الحل الأمني المخرج الوحيد يتضح جليا أنها ستفشل وتنتهي إلى السقوط بالاستناد إلى عبر التاريخ الذي لم يبقي شيئا.